السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. تسألني صديقي عن سبب غلاء سعر الحسون صيد جديد، يعني المقني الخلوي اللي راه في السيرفا دروك، راه الدمي فيو والفيو، علاش راهو غالي الحق 700 800؟ نقول لك في المغرب الصياد هذا يصيد كمية كبيرة، مانيش عارف يصيد 40 50 30، ما يهمش، يلمت كونتيتي ويبيعها لواحد آخر غير فما في المغرب، يبيعها له بسعر 100 درهم ولا 90 درهم، ولا بالأورو تقام لك واحد 10 أورو للطائر الواحد. هذاك يزيد يبيعها لواحد آخر غير فما في المغرب، يزيد له شوية السومة، يعني مقيومة احنا عندنا كي يبيعوا الصياد أول ما نصطاد يبيعها لواحد آخر تقريبا بدراهمنا 130 في الحبة للمال، نهدر على المال، الفمالة طبعا راح تكون رخيصة. هذاك المقنين يبقى يتنقل من واحد لواحد باش يلحق عندك للسوق، هنايا راهم فاتوا عليه 7 من الناس ولا 8 من الناس. دير حسابك وقت فات قبل ما الناس تحلب للطفرة والحبات الملاع وكاع، كان عادي كان قادر يلحق حتى لهنا ويتحلبوا لي بداو يتريو فيه. لكن درك الصياد وراه يتري في المقنين، صياد راه كي صيد الحبة المليحة يتريها ويدير ديديكاس الخونة فلان في الجزائر غادي نرسلها له، هذه الحبة غورجا ولا فيفي ولا بابات ولا مانيش عارف شنو. دير حسابك هو يتري واللي يشري عليه يتري واللي يشري على الاخر يتري، هما يتريو في المقني حتى يلحق هنايا، والسومة تبدا تزيد. في مروك يكون داير ب 130 بدراهم 1800 دينار، ويبدا يتنقل من عند واحد لواحد، كل واحد يزيد شوي يزيد شوي يزيد شوي يلحق الجزائر هنا، نقول واحد قريب 400 ولا في ذوك الجوايه 400 في 400 وما يعرف شحال الله اعلم. ومن بعد يدخل هنا الجزائر يزيد ثاني يتنقل من عند واحد لواحد من واحد لواحد باش يلحقك للسوق. يعني المقنين هذا راه يفوت على 7 ولا 8 من الناس ولا 6 ولا الله اعلم شحال يفوت على الناس باش يلحقك انت للسوق، يعني راه تلحقك غير الكرفة من التالي. نقولها لك راح تلحقك غير الحبه المرنكه حاجه الاولى، غير اللي طارت له الزحكه، اللي مذبال، اللي ملامي، اللي عينيه مغمضين، اللي حب ما يشبهش والو، يبقاو يتريو بيه يتريو بيه ويبيعها لك انت عزيزي اللي راك تشري في المقنين، راك تشري غير في المقنين المرنك، يعني انت وزهرك قادر تطيح في حبه عندها تغريد مليح، المهم الكاركتر ما يشبهش. على هذيك راه يزيد المقنين. لو كان جا المقنين يتصيد والصياد يبيعو مباشره لواحد، يعني يفوت المقنين هذا غير بين 2 ولا 3 من الناس، ممكن يلحقك بسعر مليح. بصح ما دام راه يفوت على السمساره من واحد لواحد، كل واحد يزيد شوي، واحد يزيد 40000 يربح 40000، الاخر يربح 50000، هذيك هي راهم يلحقوا لك انت ب 700 ولا 750، وماشي كيف كيف كاين اللي راه يبيع فيه ب 600، كاين اللي يبيع فيه ب 800، وشكرا.